أنا موجود ليا سنة بدأت في إنشاء حاجات كتير، أمر طبيعي لأن ده رسالتي وده الهدف. والجمعية العمومية انتخبتنا عشان كده، مش عشان أنا جاي أتفسح وأمشي، لا، المفروض أنت تبدأ تعمل خطوات، واللي يجي وراك يكمل الخطوات، واللي يجي وراك يكمل الخطوات. لكن إحنا كل ما نيجي نقدم على حاجة نفتتحها كأننا بنعمل حاجة منكر. فتحنا نادي جليم، اتعمل لنا فيديو. جينا نفتح بورسعيد، فيديو. مبنى النقابة، فيديو. أمر طبيعي، إحنا لا يمكن ننكر ده تاريخ نقابة المحامين. إحنا بنأسس لذاكرة نقابة المحامين وشغالين فيها عشان نحافظ على تراث وقيمة نقابة المحامين وقيمة القائمين على الأمر في هذا التوقيت. إحنا مش بنسفه من حد ولا ننتقص من قدر حد ولا نمنع حد، بالعكس إحنا بنثني على كل عمل محترم يضيف لنقابة المحامين وللمحامين. يا حضرات، المقاومة الغير مشروعة لكل الأعمال في نقابة المحامين عمرها ما تصب في مصلحة نقابة المحامين على الإطلاق. الكلام ده تعطيل لمصالح المحامين. سيبوا حد جاي يقدم أي حاجة للمحامين، سيبوه يعمل حاجة للمحامين. أنا جيت سنة، ليا سنة وشهرين، سيبوا الناس تحكم عليا وتحكم على أفعالي وعملي من خلال منظورهم هم وبعينيهم هم، مش بعينين ومنظور خصوم وزواب إلكتروني منتشر في كل مكان.